سمعنا من أحد العلماء أن أمير السفر تسقط إمارته عند وصوله إلى مدينة وإن كانت ليست محل إقامته وهم لا زالوا مسافرين، ولكن تسقط إمارته لوجود الإمارة الكبرى، فهل هذا صواب أم لا؟ المدن تختلف، فإذا كانت مدينة وسيبقى هو وجماعته يمشون أو على السيارة فماذا؟ فإنها لا تزال الإمارة، كيف لو وصلوا إلى مدينة على طريقهم؟ أتسقط الإمارة؟ تسقط الإمارة أم ما تسقط الإمارة؟ أي نعم، لكن تسقط الإمارة إذا لم يطح لهم أن يصلوا قصرا، مثل رأوا بيوتهم ما بينهم وبين البيت إلا قدر ربع ساعة أو ثلث ساعة بالرجل، فلا بأس بذلك تسقط الإمارة. أما مجرد وصولهم إلى المدينة فما أدري القاهرة كم تكون كيلوات، وكذا أيضا غيرها، والله المستعان. وهم في السؤال نفسه يقول وهم لا زالوا مسافرين، لا تسقط.